نعم صحيح هنا كورة دايبر. شكرا لك، انت عم تتابعنا من البداية. يمكن حبيت اعمل المداخلة لشبابين. تفضل. الاول انا كبير اتحاد بلديات. نعم. والمستخدمين والسلام الى الاحمر احدى البلديات العضوية للاتحاد. نعم. الو. تفضل، عم اسمعك ريس، تفضل. اوكي. والسبب الثاني هو تحليل ممارسة العلاقة يعني هذا الخطة الرابعة. نعم. مفروض يمارس الخطة. نعم. ما بعرف كيف تدري يعني حتى يبلش يشهر قبل ما يكون عنده حقائق يعني. نعم. بالموضوع، يعني الدولة إذا في وجهة هذا الأخير بتضل تطلع له نسبة تحتاج للوجهة ليش تسكت حقه. نعم. قام يشوف الإعلام بعض منهم يعني بصير يراوي من شي جمعة إنه في اختلاف في تعدد ما بعرف شو. نعم. أيوه على مسؤولية اللي نقل الخبر وكأنه نقل القصص ليس بكاتب. فهي الشغلة يعني إذا خميري ما نزلت كيف تقرا المفروض الإعلام كسلطة رابعة يعني يتحقق من الموضوع. صحيح. ما يفهم. أنا شو بستفيد إذا مثلا بالنهاية صار باريس وبدون إداري يعني. معك حق، يعني الواقع إذا بتسمح لي جنرال بدي أقول شغلة يعني من خلال التواصل معك بقول انه في البعض يعني يسعى الى ما يعرف بسكوب الاعلامي بيلغوا الخبر ويجعل تكذيب توضيح بمرحله لاحقه وهذا احنا ما بنعمله ابدا بنسعى في المستطاع. انتم مستثنين انتم انا بشوف حالي فيها الاذاعه التلفزيون عندكم لانه مستثنين في فئه عندكم يعني بدكم تعرفوا التوضيح كيف ما كان جاي بمرتبك العربيه فكلامات الناس هون دول مش بتوضح مضحك جيران. انا بدي اشكرك وبشكر مداخلتك وبقول لك اهلا وسهلا فيك وهذا المنبر الشاشه العام تلفزيون لبنان بتمنى ان تبقى دائما القدوه. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. طبعا اللي كان عم بيقولوا حضره العميد يعني انا شخصيا بعيده فيه بغض النظر عن مكانه. انا بشكر عطفه للعميد عميد خلينا وصديق مهم جدا هو رئيس الاتحاد ونحن بنشوف حالنا فيه. اللي بدي اقوله نعم. انه مضبوط هالنقطه اللي عم بضوي عليها العميد كرامه الناس منا مصلحه لحدا ومشان هيك نحن رح نروح على الفضاء. نعم. يعني كنا في البدايه عم نفكر ان احنا اولاد بلد وعشائر وبنحل حبيا وماشي الحال وكرمال الشيخ الفلاني وكرمال الرجل الفلاني، اما بس تصير المساله يعني الدق في الكرامات والدق في سمعه. نعم. الناس وفي مصداقيتها وفي شفافيتها والحمد لله. انا بدي اقول شغله حابب احكيها حتى يتعلم منها كل بلديات لبنان او حتى الناس تفهمها بالاحرى. نعم. مجالس البلدية المحترمة اللي هي تلتقي على طاولة مجلس بلدي، يعني أنا شخصياً ممارستي ما ولا مرة سمحت إنه نتوقع توقيع خارج الغرفة حتى مش داخل المبنى، خارج غرفة اجتماع المجلس البلدي ممنوع. كنت أسمع وكنت أعرف إنه كانت قرارات المجلس البلدي تروح على البيوت وعلى المحلات وبالشوارع وعلى أغطية الخيارات ثم مضى قرارات المجالس البلدية. نحن بكل شفافيه متشدد هيك. انا متشدد لاني انا اؤمن بالشفافيه وبالنزاهه. نعم. انا كرئيس بلديه. نعم. بشتغل الصدق. نعم. وبتعاطى الصدق وبحب كون صادق لانه هيك تربيتي وهيك نهجي وما بحب غير وانا انسان محكوم بتاريخي. انا اليوم عمري 50 سنه، في ناس بتعرفني كيف كنت ووين كنت وشو عملت وكيف بتعاطى مع الناس، وكل انسان محكوم بتاريخه. انا ما راح يقدروا يشوهولي سمعتي لانه الحمد لله لقيت كثير كنت ممنون ومبسوط من الاتصالات اللي انهالت علي انه يا ريت مش انف ولا بنقبل ولا بنسمح. انا من مكتبي عده اشخاص هن بيعرفوا حالهم وبدون ما اسميهم وان شاء الله ما اضطر اسميهم انه انا مطلعهم من مكتبي لانه حاولوا انه يرشوا رئيس البلديه فيمرقوا مسائل شخصيه. انا هاي المسائل كثير عزيزه بعزها باحترامها. ومن هون بدي الفت نظر انه بالمجلس البلدي القرارات كانت على الشكل التالي. نعم. كان في دعوه لمجلس البلدي قبل ثلاث ايام. نعم. العضو المجلس البلدي كان يستلمها ويمضي عليها ويعرف شو فيها ويجي على المجلس البلدي يناقشها وتنزل بمحضر جلسه ويوقع على محضر الجلسه. نعم. يرجع يطلع قرار يمضي على القرار. فيما بعد اذا كان في مشتريات او صارت في لجان مختصه تروح تشتري وتصرف. انا تجيني الفاتوره على البلديه
موقع عليها من الاعضاء لجنه الشراء ولجنه الاستلام، انت رئيس بلديه تقريبا في يقول احيانا من الاندفاع يمكن تتوقع اول واحد تحت مشي الشغل، بس الاصول انه انا بتوقع اخر واحد بعد توقيع الشباب كلها سوا. من هون انا بدي احكي شغلي، لانه فتحت هالباب اللي انا ما كنت حابب افتحه بصراحه، بس رح ارجع افتحه. انا عندي خلاص في شخص قريب لإلي اجى من الاضطراب وعم يطالب مني انه ابني له جدار في املاكه المتاخمه لاملاك البلديه. نعم. فقلت له يا قرارتي انا ما بقدر، اول شيء الجدار مكلف بكلف، والبلديه ما رح اخليك، ما رح اسوي لك هالحيط، لانه اذا بدي اسوي هالحيط بدها تفتح شهيه كل الناس، بدها حيطان. اوكي. فاجى لعندي على البلديه قال والحل انا بسوي. قلت له ما بتستطيع ان تبني في املاك البلديه، والحل قلت له الحل انك انت تقدم مساعده بينبنى الحيط بعد ما تشوف تكلفته بمالك الخاص. وهكذا كان اجى لعندي على البلديه بدها تشكل لي بندات بقيمه 6000 دولار لامر شوقي بحمد مش لامر البلديه. اذا بتطلع بتاريخ تشيك، اذا بتحب تقرا لي على الهواء. نعم يلا شباب. يعني في عندنا هون الشيك اللي عمره سيد شوف 6000 دولار. لا تريد الشيك بس اذا 27/9/2011. انا ب 30/9 ب 3 ايام انا دعيت لجلسي، وبالبند الثالث حاطط قرار قبول هبه. نعم. وبالقرار مضبوط، وبالقرار اللي بنداك، وبالقرار اللي بنداك اللي مرفق بالشيك نعم في قرار قبول هبه موقعين عليه اعضاء المجلس البلدي بقبول الهبه. نعم. مثل ما هم موقعين قبل على الجدار وتنفيذه. فحتى تاريخي البلدية ما دفعت ولا ليرة من أجل بناء هذا الجدار. والجدار انعمل. فطلعوا للإعلام شو يقولوا؟ أنه رئيس البلدية استفاد بأموال مش لإله، أو هبة ما دخل على البلدية. أنا بدي أقول في عنا ثلاث هبات، هذا الجدار، صورة الجدار المنفذ. أنا بدي أقول بالنسبة للهبات هذه الصورة هون، في عنا ثلاث هبات مفترضين على البلدية. هبة مفترضة لم نستلمها وشهروا فيها كثير. نحن أخذنا قرار مجلس بلدي بشارع اسمه شارع الشيخ زايد. وكان في وعد، وتم افتتاح هذا الشارع برعاية وحضور السفير الإماراتي ممثلا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد. نحن وعدنا بمساعدة، بصراحة هالمساعدة ما استلمناها. وصار ينحكى بالشارع من قبل المغربين انه استلموا هالمساعدات وهالهبات وادخلوها في جيوبهم الخاصة وما وصلت على البلدية. نحن بصراحة بقول لك رح نستغل هالمنبر الاعلامي تحت سين خافض دولة الامارات، سعادة السفير، كل اللي قاعد يسمعنا. اذا كانوا قدموا لبلدية البحر الاحمر اي مساعدة يعطونا المستندات، واذا كان في حدا قبضها خلينا نفوته على الحبس. واذا كنا مش قبضانين اي مساعدة خليهم هالناس المكسريين بس يكفوا السنتهم عنا رأسة بولادنا، لانه الصراحة اولادنا من برا عم تفدوا ترعي. انا ابني عم خصص وحكيم بقول لي انا رح اترك وانزل على لبنان. قلت له لا ما في الزوم، ما في الزوم كرمال هالقضية، ما في الزوم. قال لي برا سمعتك. قلت له ما في الزوم، سمعت في طريقي الحمد لله، واللي بيعرفش بيعرف مين انا. فما بديش انا نوصل اكثر من هيك. الهبة الثاني ومع الاسف بقول لك هاي هبة خليك وقت هيك عجل شوي. هاي هبة في يو ان دي بي. نعم. قد ايه قيمتها؟ قيمتها 15000 دولار. نعم. ومشيت وقبضناها وعملنا جزاني مرقم. نعم. بس اطلع العضو المشتكي رفض يمضي على قبول هبة تدخل صندوق بلديته. كيف عم بيطالب بشفافية وكيف عم بيطالب بعمل بلده يعني؟ ما بعرف. رفض يمضي على قبول هبة تدخل صندوق بلديته من يو ان دي بي تنعمل حديقة للأطفال. الحمد لله حديقة قائمة وانعملت بتوقيعه وبغير توقيعه. انت زركت الوقت، انا كنت حابب احكي اكثر مش عن هالموضوع، كنت حابب احكي اكثر عن البحر الاحمر، عن مشاريع البحر الاحمر، عن انجازات البحر الاحمر. ان شاء الله بالبرنامج الثاني رئيس بكون عندنا شرف بحر الاحمر. وعدتني حتى بلقاء اخر بتمنى. طبعا 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 بحر الاحمر وانماء الله يخليك. يعني انا بهمني يكون وضحنا الصوره الحقيقيه للخبريه اللي كنا عم نشكر. بس انا بدي تسمح لي بعد ما دخلت كلمتك تفضل بدي اشكر جميع اهل الظهر الاحمر. نعم.
كلهم أهلي وكلهم أخوتي كلهم أحبائي، بدي أشكر بشكل خاص فريق العمل الموجود معي، نائب الرئيس ماجد جابر، أستاذ رباح الطويل، أستاذ سعيد داغل، أستاذ نجيب أحمد، أستاذ حسين مهنا، اللي مكفين معنا، اللي حاولوا مرارا وتكرارا معهم يفوتوا معهم تحت يستقيلوا من البلدية، يسقطوا البلدية من شان أسباب خاصة وفشلوا. وكمان راح أشكر الشكر الثاني والكبير لنائب رئيس البلدية السيد ماجد جابر وعضو مجلس البلدي رباح الطويل، اللي بمناسبة 16 أبرار قرروا رفعوا لي كتاب يطلقوا اسم شارع الشهيد كمال جبلاط على شارع من الشوارع الرئيسية، لأنه نحن كنا سمينا شارع باسم شارع الشيخ زايد، وفي شارع ثاني باسم شارع فخامة الرئيس، هذا الشارع الثاني بمناسبة 16 أبرار هو شارع كمال جبلاط المعلم الشهيد. بشكركم، بشكر علاقتكم، بشكر استضافتكم. وأنا أقول إذا كان في هناك من أخطاء، نحن بشر ممكن نغلط، بس أنا بدي أوضح شغلة للرأي العام بعد ما حكيتها، إنه 24 شكوى راحوا على الداخلية بعد التفتيش وعملت استجواب وراح الملف للحفظ، لأنه لم يجدوا شيء يمس بلدية الظهر الأحمر. شكرا لك. نطلب من المشككين ما عادش يزيدوا علينا كثير، ونطلب من القضاء يحاسب كل مفترين. شكرا لك. شكرا لك. أصدقائي رح نتابع مشاكل واحد ونبريك ونرجع.